الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا ودرس المبتدأ والخبر. في هذا الدرس لابد أن نتعرف على بعض الأمور، ألا وهي تعريف المبتدأ حكمه، تعريف الخبر حكمه الإعرابي، أقسام المبتدأ أقسام الخبر. المبتدأ أحبابنا الكرام هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية. الاسم يبقى إذن المبتدأ لا يكون فعلا ولا حرفا. المرفوع يبقى إذن المبتدأ لا يكون مجرورا ولا منصوبا، وإنما يكون مرفوعا. المجرد عن العوامل اللفظية، هناك عوامل لفظية قد تدخل على الاسم مثل كان أو الفعل أو أي فعل من الأفعال، مثلا ضرب محمد، فالفعل من العوامل اللفظية وكان من العوامل اللفظية. فالمؤلف قال مجرد عن العوامل اللفظية أو عار عن العوامل اللفظية ليخرج هذا، ليخرج الاسم الذي أتى قبله كان، فإنه لا يكون مبتدأ وإنما يعرب اسم كان، يعني كان محمد مجتهدا. محمد اسم مرفوع لكن أتى قبلها عامل من العوامل اللفظية هو كان، يبقى لا يكون مبتدأ وإنما يعرب اسم كان. طيب ضرب محمد، محمد اسم مرفوع لكن أتى بعده عامل من العوامل اللفظية هو ضرب هو الفعل، فيعرب فاعلا لضرب وليس مبتدأ. حكمه الرفع، يبقى المبتدأ حكمه الرفع، سواء كان الرفع بالضمة محمد مجتهد أو بالألف المحمدان مجتهدان، أو بالواو المحمدون مجتهدون، وهكذا. هذا بالنسبة لتعريف المبتدأ، اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية. ثم المبتدأ لأنه يبتدأ به الكلام أو يبتدأ به الجملة، يبتدأ به الكلام أو يبتدأ به الجملة. طيب حكمه الرفع، يبقى إذن المبتدأ لا يكون منصوبا ولا مجرورا. الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ ليتمم معه الفائدة. يعني عندما أقول مثلا محمد مجتهد، أنا أسندت الاجتهاد هذا إلى محمد، فهذا خبر. فالخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. عندما قلت محمد مجتهد فأنا أسندت الاجتهاد إلى كلمة محمد، ثم إن كلمة محمد هذه أتمت معنى الكلام. لو قلت محمد وسكت لم يستفد المخاطب شيء، الكلام ناقص لم يتم المعنى. فالخبر هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ. حكمه أيضا الرفع، يكون مرفوعا مثل المبتدأ تماما. طيب هناك تنبيه أحبابنا الكرام، ملحوظة لا بد أن نضعها في الاعتبار، يجب المطابقة بين المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المبتدأ لو مفرد يبقى الخبر مفرد، المبتدأ لو كان مثنى يبقى الخبر مثنى، المبتدأ لو كان جمعا
يبقى الخبر لابد أن يكون جمعا. المبتدأ لو كان مذكرا لابد أن يكون الخبر مذكرا. لا يصح أن أقول محمد مجتهدة، هذا خطأ. فالمبتدأ لو كان مؤنث إذن الخبر لابد أن يكون مؤنث. الهندان مجتهدتان، الهندات مجتهدات، وهكذا. إذن لابد من المطابقة، من الموافقة بين المبتدأ والخبر في الإفراد، في التثنية، في الجمع، في التذكير، وفي التأنيث. أقسام المبتدأ أحبابنا الكرام: المبتدأ مثل الفاعل ونائب الفاعل، فكما قلنا قبل ذلك الفاعل يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، وكذلك نائب الفاعل. أيضا المبتدأ إما أن يكون اسم ظاهر وإما أن يكون ضمير. اسم ظاهر مثل محمد مجتهد، محمد اسم ظاهر. طب ضمير، أنت فاهم للدرس، أنتما فاهمان للدرس، فأنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع إيه؟ فاعل. أنت، أنتما، أنتم، أنتن. كذلك هو يقوم بواجبه، هما يقومان بواجبهما، هم يقومون بواجبهم، هن يقمن بواجبهن. يبقى إذن هذه الضمائر كلها تكون في محل رفع مبتدأ. يبقى إذن المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا. أقسام الخبر أحبابنا الكرام: الخبر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون شبه جملة. أقسام الخبر، أقسام الخبر: الخبر إما أن يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة. المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. المراد بالمفرد هنا في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. ليه؟ لأنه قد يكون مثنى بس نقول عليه خبر مفرد. يعني أقول المحمدان مجتهدان، كلمة مجتهدان مثنى لكن أقول عليها خبر إيه؟ مفرد. المحمدون مجتهدون، مجتهدون جمع، لكن هنا أقول عليه إيه؟ خبر مفرد. يبقى إذن المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. طيب الخبر الجملة إما أن يكون جملة اسمية أو فعلية. الاسمية مثل محمد محمد كتابه جميل، والفعلية مثل محمد يقوم بواجبه. محمد مبتدأ، كتاب مبتدأ ثاني، وكتاب مضاف والهاء مضاف إليه، جميل خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره تكون خبرا عن المبتدأ الأول. طيب الجملة الفعلية محمد مبتدأ يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير يعود على محمد، تمام. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر عن. يبقى إذن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، والجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. كذلك الخبر قد يكون شبه جملة، يعني ظرف أو جار ومجرور. الطائر فوق الغصن، محمد في البيت. محمد مبتدأ في حرف جر،
والبيت اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة. والجر والمجرور في محل أو متعلق بمحذوف في محل رفع إيه؟ خبر لكلمة محمد. يعني محمد مستقر في البيت. الطائر فوق الغصن، الطائر مبتدأ، فوق دي ظرف، ظرف مكان. وقع هنا خبرا عن المبتدأ. يبقى إذن أحبابنا الكرام، الخبر قد يكون مفردا، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، وقد يكون جملة اسمية أو فعلية، وقد يكون شبه جملة وهي عبارة عن الظرف أو الجار والمجرور. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا اليوم، وهو المبتدأ والخبر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.